بالفعل محمد، قبل قليل بدأ الاجتماع الثاني الموسع ما بين أعضاء مجلسي النواب والأعلى للدولة الليبيين بحضور ما يقرب من 150 عضوا من المجلسين. الهدف من هذا الاجتماع هو بلورة رؤية موحدة ومشتركة حول ما يتعلق بتوحيد المؤسسات الليبية المنقسمة على نفسها، خصوصا ما يتعلق بالمناصب السيادية، وفضلا عن التباحث حول وجود حكومة ليبية موحدة تقود البلاد في مرحلة انتقالية حتى يتم إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية يمكن أن تؤدي في نهاية المطاف إلى استقرار ليبيا ووجود مؤسسات ليبية موحدة. هذا هو الهدف الأساسي من هذا الاجتماع الثاني الذي تستضيفه العاصمة المصرية القاهرة بعد اجتماع أول كان في تونس. وهناك تفاؤل من قبل المراقبين للمشهد الليبي في هذا التوقيت وتعويل كبير على هذه الاجتماعات أن تحدث انفراجة في الملف السياسي المتعثر منذ فترة طويلة، وخصوصا أن القاهرة كانت قد شهدت حراكا كبيرا خلال الأيام الماضية فيما يتعلق بالملف الليبي، من بينها زيارة ستيفاني قوري وهي يعني نائبة رئيس البعثة الدعم الأممية في ليبيا، والتقاها وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي الذي تحدث معه عن أهمية أن يكون هناك استقرار ودعم للمؤسسات الليبية في المرحلة المقبلة. وهنا تتشارك القاهرة مع البعثة الأممية في هذه الرؤية، فضلا عن التأكيد على أهمية إخراج المرتزقة من الأراضي الليبية وهي الخطوة التي تليها مصر يعني أهمية كبيرة في هذا التوقيت. ويتم العمل مع مجلسي النواب والأعلى للدولة على بلورة رؤية مشتركة تعمل في نهاية المطاف على إخراج المرتزقة والأجانب من الأراضي الليبية باعتبار أن هذه هي الضمانة الوحيدة لعودة الأمن والاستقرار إلى الأراضي الليبية، فضلا عن أنه كانت هناك يعني مباحثات أجريت في القاهرة ما بين رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنيفي وكذلك محمد تكالة رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي وعقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي مع الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط. وخرجت هذه الاجتماعات بتوافق حول ما يتم الاجتماع من أجل اليوم، وهو توحيد المؤسسات الليبية والعمل على يعني إيجاد حكومة موحدة تعمل وفق رؤية موحدة من المجلسين من أجل إنهاء الانقسام السياسي الذي عانت منه ليبيا طيلة ما يقرب من 12 عاما مضت حتى الآن، وما زالت الأوضاع في ليبيا يعني تتخذ مناحي مختلفة تؤثر بشكل كبير جدا على الأوضاع الليبية. لذلك من تحدثنا معهم قبل هذا الاجتماع أكدوا لنا أنهم جاءوا إلى القاهرة وهم منفتحون على أن تكون هناك توافقات تؤدي في النهاية إلى خدمة المجتمع الليبي. أحمد مصطفى مراسل الغد، شكرا لك.